أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف تأييد بلاده لمشروع قرار اقترحته باكستان. رأي المواطن على دستور الكازا. إذا الأمن ما تصدى للشعب اللي احنا تصدى له، احنا الشعب بدنا نتصدى للشعب اللي احنا تصدى للمدرسين. يعني هناك قذائف. يقول إنه الله ياخذ لنا بشار الأسد يريحنا منه. مد الرئيس بشار الأسد يده إلى العالم كله. قدامنا ثلاث مرات ونحن بالأبو دباب المرض قدامنا ثلاث مرات. لذلك الفاسد أفلا تسمعون؟ هلا بسمعك يا أخت زبيدة. يعني أنت مع المساكنة ولا لا؟ لا أنا آسفة بابا ماما. أنا معك. في أخبار بتفرحك وأخبار بتحزنك وتانية بتعطيك الأمل، بس في أخبار بتغير لك حياتك للأسوأ. واحدة أخبارهم أخبار النظام وإعلامه اللي مليانة كذب وغرابة وانفصال عن الواقع. حلقة اليوم من أخبارهم بلشت. صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات وشبكات إخبارية موالية لحفل تخريج دورة صف ضباط وأفراد من مدرسة الشرطة بطرطوس، وهالصور أكيد بترعب العدو لأنه فيها حدا عم يأكل أفعى والتاني عم يأكل نسر. الملفت بالفيديو اللي عم تشوفوه أنه عم يمثلوا مثل الحرب، وواحد بالأخير شايل صورة بشار الأسد وعم يدافعوا عن صورة سيادته، يعني هن الجيش والشرطة لحمايته فقط. أما هي هيك كمان شوفوا لي هالصورة كيف الصورة عم تدعوس على العناصر. تصوروا معي لو هالحكي صاير بأمريكا وشايلين صورة ترامب وعم يحموها، ما كانت قامت ثورة أمريكية؟ نشرت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام تصريح لمعاون وزيرة مالية النظام بسام عبد النبي، قال فيه انه قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية اللي صادرتها الوزارة خلال العامين الماضيين تجاوزت 13 مليار ليرة، بتعود لرجال اعمال ومواطنين فاسدين. طيب على الاقل خبرونا مين هن، ولا هي املاك معارضين وعم تشفطوهم؟ مصدر مصرفي بحكومة النظام بيعترف انه اجمالي الحوالات المالية الخارجية اللي عم تصل لسوريا بشكل سنوي هي حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وكمان اعترف هالمصدر أن الحوالات الخارجية اللي عم يرسلها السوريين المغتربين لأهلهم ومناطق سيطرة النظام هي أحد أهم مصادر دخل السوريين بالسنوات الأخيرة، وصارت تفوق الكتلة السنوية للرواتب والأجور اللي تقدرت بنحو 478 مليار ليرة سورية. يعني هلأ إذا قسمنا المبلغ على عدد أيام السنة بيطلع 4 ملايين دولار أمريكي بتفوت لسوريا كل يوم، ولسه بيحكوا بإعلام النظام على الناس اللي برات سوريا أنهم خاينين وجبناء وكذا ومذا. تشوفوا قديش عم يعطوكم مصاري. بس تفوتوا على موقع وزارة الداخلية تبع النظام أو صفحتهم الرسمية على الفيسبوك بتلاقوا نكتة من العيار التقيل كاتبين فيها على الشكل التالي: انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بقضايا الأخوة المواطنين وتعزيز طرق التواصل معهم وتنويع وسائله وأساليبه، وبما يكفل سرعة وصول شكاويهم وطلباتهم إلى وزارة الداخلية لمعالجتها أصولاً، تم إعداد نافذة خاصة على موقع الداخلية الإلكتروني بعنوان أرسل شكوى، تتيح للأخوة المواطنين الإبلاغ عن كل ما من شأنه مساس بأمنهم واستقرارهم. في أحلى من هيك نكتة؟ صارت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأس الفيسبوك منصة للمواطن الموالي ليعبر عن سخطه وانزعاجه كرهه وحبه لحكومة الأسد وقراراتها، الحكومة وليس الأسد، ولو الأسد له كل الحب. وزير سياحة النظام الموقر صرح تصريح نشرته كل وسائل إعلام النظام، وما في إلا أيام إلا وينمسح الخبر من أكثر من موقع لأنه الموالين عملوا من الوزير علكة وعلكوها على الفيسبوك،
والحق معهم، لأنه الأفندي قال شو؟ أنه دخل سوريا بالعام 2017 سياح من 77 جنسية من حول العالم، ونزوا بفنادق سوريا حوالي 1.3 مليون من الأجانب، واستلموها المواليين منهم محمد. شوفوا شو قال. 77 جنسية يعادل نصف دول العالم تقريباً إذا استبعدنا الجزر التي صوتت لصالح قرار ترامب، فتصور يا رعاك الله. أعتقد أن إسبانيا في أوج الموسم السياحي لديها لا يدخلها هذا العدد من الجنسيات، لكن بيانات وزارة السياحة وإحصائياتها ما زالت تعمل على مبدأ إكذب ثم إكذب حتى تصدق نفسك. أما مراد كتب بسخرية: نص الألف ليرة سورية دولار، ونص البلد صارت بأوروبا، ونص الشعب مات، ونص النسوان صاروا أرامل، ونص البنات صاروا عوانس، ونص الراتب صار أجار بيت، ونص الناس بلا بيوت، ونص البيوت فيها مشاكل، ونص المشاكل بلا حلول، ونص الحلول بإيد المسؤولين، ونص المسؤولين بلا ضمير، ونص النص مفقود. وبالآخر وزارة السياحة بتتحدث عن 77 جنسية. بينما أحمد ضحك: شوفوا لهالمسخرة، إذا ابن البلد عم تفوش منها أيام 2009 وقبل ما شفنا هالرقم لنشوفه بالحرب. نفسي شوف منظر الفرنسي مثلا على الحاجز والعسكري يقله وين تأجي لك ولا ويشحطوا على الخدمة. بينما نوار كان عنده تفسير من نوع تاني: لا، بالمليون و77 ألف جنسية. قاله كيف عرفت هكالشي؟ قاله من كبرها. تحية لوزارة سياحة الفضاء والمجرات الكونية. أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس شعب النظام اللواء فيصل الخوري عن دراسة وزارة الدفاع لرفع تعويضات للعسكريين. هالشي إجا بتصريح خاص للوطن الموالي، أوضح فيه خوري أنه من ضمن قانون خدمة العلم الحالي في باب خاص بالتعويضات، وبالتالي بإمكان نائب القائد العام للقوات المسلحة أنه يمنح تعويضات للعسكريين. يعني شغلة كيفية، أي خبر بتعلق بعساكر النظام إجباري بيكون رد الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الحدث. فخلونا نشوف ونسمع. ليش شو بدكن تعوضوهن لتعوضوهن؟ وشي مؤكد هالتعويضات ما طالت ولا بالطول عسكري من عامة الشعب، مؤكد بده يكون تعلم إيقاقي أو من بلاد حرف القاف. تيمور طرح تساؤل جميل: أي عسكريين؟ الإيرانيين أو الروس؟ وليد كمان كان عنده تساؤل بيقول: عم تعطوا ميليشياتكم بالدولار والجيش بالليرة السورية قليلة القيمة. رغد قالت: خليهم عم يدرسوا، بتوقع يخلصوا دراسة بعد ما تخلص هالأزمة. بينما طلال ختم بالتالي: إيه أهم شي النية، درسوا منيح منتحمل، بس لا تنسوا تحمسوا وتطحنوا. خبر تاني هالأسبوع كمان متعلق بعساكر النظام، والهدف منه رفع المعنويات الوطنية بس عبس. والخبر بيقول على الشكل آتي: البدء بالمرحلة الثانية من إعفاء كل مسؤول هرب ابنه من الخدمة العسكرية، وقال شو؟ إنه إنجاز المرحلة الأولى كانت متعلقة بالنقابات والمنظمات الشعبية. شي جميل، شي عظيم، الناس الموالية صدقت هالشي وعبرت عن لجواتها وقالت: ثم أجهش القوم بالبكاء حتى ابتلت لحاهم بدموع من شدة التأسر، وكان في المجلس يهودي فأسلم وحسن إسلامه. ليش متى كانت المرحلة الأولى؟ وأي مسؤول عفى من خدمته بسبب فرار ابنه من الخدمة؟ بس أعطونا اسم مسؤول واحد. المسؤول اللي التحق ابنه بالخدمة الإزامية يا ما بيكون بخدمة خمس نجوم أو بيكون عم يخدم عن صديق الوالد المسؤول. المرجلة على رئيس نقابة: عليكم أن تبدأوا من رأس الهرم وليس من سفل الهرم، لنبدأ من الوزراء والمحافظين. هل رئيس نقابة يعتبر مسؤول أصلا؟ ما هو معتر مثل المعترين. ولك أنتوا عمين عم تضحكوا؟ اصحى بابا اصحى، والله الشعب مو غشيم لهالدرجة، كله فساد بفساد. ويلي بقيان هون ابنه وما حدا بيسترجي قربه، شو مشانه؟ ولا هذا لأنه ضل بحضن الوطن؟ النظام بدولة الأسد بيمشي على الكل. أي شو بتفكروا؟ بيمشي على الفقير واللي ما عم يلاقي شغل، واللي تهجر من بيته واضطر يروح للشام، وخصوصاً اللي اضطر يشحد لقمة العيش. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام ريما قادري قالت أنه تم البدء بتفعيل مكاتب مكافحة التسول،
بسبب توجه الحكومة الجاد لمعالجة ظاهرة التسول كحالة اجتماعية. تصوروا بالوقت اللي مليان ازدهار ورفاهية بسوريا النظام ما ضل عنده إلا يكافح التسول، بالفعل ما عندهم شي يعملوه. ردة فعل الناس الموالية على الفيسبوك كانت كالتالي: تركتوا كل الفساد والسرقات عينك عينك وراكدين على المعترين كافحون، عملوا مكاتب هاشتاج مساعدة المتسولين وفقراء الحرب، يا جهابزة عصركم وأوانكم. ومتى تفعيل مكتب مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات تنظر إلى الفقير ولا تنظر إلى البطون التي لا تشبع؟ بدل المكافحة خذوهم للمتسولين وشوفوا أسباب التسول، عالجوا الأسباب بتختفي الظاهرة، مو فوق الحرمان يتعاقبوا. إجت الرزقة، بكرة بيشلحوا الشحادات المصاري وبيتركوهن، والله يستر ما يكون يلي بده يكمش المتسولين ما يلقط حدا بيقربه. هالأسبوع اختار فريق البرنامج كاريكاتيرين، الأول نشرته صحيفة الوطن الموالية، ما بعرف شو بدي أعلق عليه غير أنه هذا هو النظام اللي عايش على التهديد وما همه أي مواطن لا عنده ولا عند الغوطة، وبيلعب كمان على وتر الحذاقة اللي بيتميز فيها الأسد. خلونا نشوفه مع بعض. الكاريكاتير الثاني من صحيفة تشرين اللي أخذ على عاتقه نقد العرب على أساس هن شو أجانب يعني. خلونا نشوف. شيوخ الأسد بخطبهم وجلساتهم الدينية صاروا بيحكوا عن مواضيع بعيدة عن مهمتهم الأساسية، المفروض يحكوا عن فساد، أخطاء الحكومة، الفقر، الجوع، الانحدار الاجتماعي يعني، وأكيد ما بصير ينتقدوا الأسد لا سمح الله. وطبعا هن بعيدين عن واقع الغوطة اللي بتبعد عنهم كيلومترات قليلة وعم تنباد، وهالشيوخ صاروا بيناقشوا مواضيع اجتماعية بتشوه واقع المواطن السوري إن كان داخل سوريا أو خارجها. خلونا نشوف هالفيديو للشيخ الدكتور محمد خير الشعال اللي عم يحكي فيه عن ضرب الزوجة للزوج بجامع أنس بن مالك بمنطقة المالكي بالشام. زوجي عصبي جدا، من فترة كان يضربني الطالع والنازلة، شكوته لأهله لكن دون جدوى، حتى قالت لي إحدى أصدقائي لا تسكتي له فإذا ضربك اضربيه. نعم الصحبة فعلا، لما إجا يضربني خبطته بجهاز الريموت. ممتاز. وكل ما يضربني اضربه حتى صار ما يسترجي يضربني. وانقلبت الآية وصار يخاف مني. شبك عم تضحكوا. عم بتقول أعلم أن هذا غير لائق، الحمد لله، لكن ما لقيت غير هالحل. قالوا هالشي أثر على حياتنا، ما عاد في حب وحنان. قالوا حب وحنان، ماذا أفعل حتى تعود المي لمجاريها؟ تعليق لكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا على هالفيديو وعلى المواضيع اللي طرحناها في حلقتنا لليوم. لاقونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. باي باي. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف تأييد بلاده لمشروع قرار اقترحته باكستان. رأي المواطن على السوري كافر. إذا الأمن ما تصدى للشعب اللي نحن نتصدى له، نحن الشعب بدنا نتصدى للشعب ولا احنا نتصدى للمدسين. يعني هناك قذائف. قول انه الله ياخذ لنا بشار الاسد يريحنا منه. مد الرئيس بشار الاسد يده الى العالم كله وقال اريد سلاما حقيقيا. قدامنا ثلاث مرات ونحن بالابو. دباب المرض قدامنا ثلاث مرات. من ذلك الفاسد، افلا تسمعون؟ انا بسمعك يا اخت زبيده يعني.
بالليل ساعتها بالليل من بيتها مأمين عليها كله أمان. أنت مع المساكنة ولا لا؟ لا يعني أنا ما بفرق. أنا أسف ماما، إيه أنا معك.